ولي العهد إلى أمريكا في زيارة رسمية تمتد لحوالي أسبوعين، وأمانة الرياض تتفاعل مع حلقة يا هلا وتزيل التعديات بحي الجنادرية. وأيضا معنا في هذا المساء الأمير محمد بن سلمان، لن يوقفني إلا الموت، قراءة في مقابلة ولي العهد التلفزيونية، وهموم الاقتصاد ومستقبله على طاولة يا هلا. هذه الموضوعات بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة تشاهدون هذا المساء في يا هلا. مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي. البداية من خبر زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. غادر ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم في زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن خبر ولي العهد إلى خبر آخر يتعلق بشرطة الرياض، حيث كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض هوية 3 جناة سعودي الجنسية من المتورطين في قضية الاعتداء على مقيم بحي السلي في الرياض. وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن عملية القبض على المتورطين في القضية جاءت عقب تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن توثيق مواطن لحالة اعتداء على مقيم وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية ومتعلقات شخصية شرق العاصمة الرياض. هذا الخبر مبهج جدا، وهو يؤكد دائما وأبدا تفاعل الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية مع كل البلاغات اللي تصلهم، البلاغات التي تصل بشكل رسمي أو حتى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. مقاطع الفيديو المتداولة اليوم واللي توثق مثل هذه الحالات أصبحت بمثابة البلاغات الرسمية، وتعاون وتفاعل الجهات الأمنية والله العظيم شيء يثلج الصدر فعلا. فشكرا من القلب وتحية من الأعماق لكل الجهات الأمنية في كل مكان في المملكة العربية السعودية على تفاعلها الدائم وسرعة تجاوبها وسرعة القبض على كل الأشخاص اللي يحاولون المساس بأمن هذا الوطن أو بأمن مواطنيه أو حتى بأمن المقيمين فيه، مثل ما شفنا في هذا الخبر. فما في فرق بين مواطن ومقيم يتعرض لأي حالة اعتداء أو لأي حالة مساس بأمن هذا الوطن. في خبر ثالث بعد حلقة يا هلا اللي عرضناها لكم قبل يومين عن حي الجنادرية في الرياض، المشكلات اللي كانت في الحي من انتشار العمالة المخالفة، من إقامة المسالخ العشوائية، من كثير من التأذي، وكان معنا ضيفين عزيزين في الاستديو نقلوا أصوات الحي. كان هناك تجاوب كريم ومشكور من قبل الجهات المسؤولة في أمانة منطقة الرياض، من قبل البلديات التابعة للمنطقة القريبة من حي الجنادرية، وقاموا بإزالة الأشياء العشوائية اللي كانت موجودة هناك، وكان هنالك صدى وتجاوب رائع جدا من هذه الجهة. اللي أبغى أقوله قبل ما أستقبل الاتصال الهاتفي، معنا عودناكم في برنامج يا هلا على المصداقية، على تتبع المهنية في أقصى درجاتها كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهو ما نفعله دائما وأبدا. انتقدنا أمانة الرياض كثير، انتقدنا أداء البلديات كثير، وانتقدناها على الأشياء اللي نتمنى إنها تكون في وضع أفضل. لكن اليوم حين يكون هناك تصرف جميل وحين يكون هناك منجز يستحق الإشادة والثناء، فنحن بكل مهنية يجب أن نشيد وأن نثني وأن نشكر أمانة الرياض والبلديات التابعة اللي قامت بمثل هذا الأداء اللي دائما وأبدا ننتظره، وننتظر من كل الجهات إنها تتجاوب بشكل إيجابي مع ما يطرح في البرنامج من هموم المواطنين. فشكرا ثم شكرا ثم شكرا لأمانة الرياض وللبلديات القريبة من حي الجنادرية
واللي قامت بهذا العمل. يسعدني أن يكون معي على الهاتف الآن سعود بن عيسى وهو أحد سكان حي الجنادرية لينقل لنا أبرز الأشياء اللي صارت اليوم من تفاعل وتجاوب. سعود حياك الله معنا في أهلا. الله حيك ويطول عمرك. وش الجديد اللي صار معكم والتحرك اللي صار من قبل البلدية وشهدتوا بعينكم؟ أولا لا عيسى سعود ما هو سعود عيسى. طيب أنا آسف وحقك على رأسي من فوق عيسى سعود حياك الله. غالي يا أخي مفرح. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شاكرين ومقدرين لكم على حسن الاستضافة على الأسبوع الماضي. كما أشكر الأخوان في قناة روتانا برنامج يا هلا. وأخص بالشكر الجزيل للأخ عبد المحسن التميمي استاهل. على التقرير المميز نعم. ومقدم البرنامج الأخ مفرح والعاملين في البرنامج عن هذا التجاوب الجميل من أمانة الرياض وبلدية الروضة على هذه الجهود الجبارة خلال اليومين الأحد والاثنين، مما لاحظنا التجاوب السريع وننتظر منهم المزيد لتطوير الحي والقضاء على هذه الظاهرة البشعة. جميل. وش هو نوع التجاوب أستاذ عيسى بس إذا تقول لنا؟ السرعة في الإنجاز وإزالة المخلفات وإزالة المصالح والله يعطيهم العافية. الحمد لله. جبور جبارة واضحة صراحة. وش هي البلدية؟ أي فرع اللي نفذوا هذا الموضوع؟ أتوقع بلدية الروضة لأن احنا تابعين لبلدية الروضة. يستاهلون الشكر والتحية. إيه نعم. طيب كلمة أخيرة لك عيسى وش تحب تقول فيها؟ وكما ننتظر من القطاعات الأخرى تجاوبهم معنا كما فعلت أمانة الرياض. وكما قدم شكري مرة أخرى لقناة روتانا برنامج يا هلا الذي وصل صوتنا ومعاناتنا للمسؤولين في مخططنا الشروق التابع لحي الجندية. وفي الختام الشكر الجزيل لقناة روتانا والشكر الآخر إلى أمانة الرياض التي أثلجت صدورنا بهذا العمل الرائع. أبد للتحية والتهنئة لكل أهالي الحي، الشكر لبلدية الروضة ولأمانة منطقة الرياض، وشكرا لك أستاذ عيسى وأعتذر على يعني نطق اسمك خطأ في البداية، شكرا لك لحضورك معنا في أهلا. إذن شكرا للأستاذ عيسى سعود على هذا التوضيح، أكرر شكري لأمانة الرياض وبلدية الروضة، والأمل كل الأمل أن تكون هناك تجاوبات دائمة مع كل ما يطرح سواء في برنامج يا هلا أو في بقية البرامج الإعلامية، لأن الإعلام والناس والجهات المسؤولة كلهم شريك واحد في خدمة هذا الوطن. بعد الفاصل مكملين معكم في يا هلا. تحدث ببساطة وبكل وضوح، أجاب بثقافة وبكل شجاعة كعادته، وأجبر بقوة حضوره العالم منذ فجر اليوم حتى اللحظة على الانشغال الكثيف بالمتابعة والتحليل والتفسير والترجمة والانبهار. كل ما يفعله الأمير محمد بن سلمان في حواراته أنه يعطي دلالة على قوة القائد وثقافته وصناعته الجادة لمستقبل وطنه، وأنه يوصل رسائله أيا كان مستوى جرأتها بطريقة حكيمة. وحين سئل عما يمكن أن يوقفه أجاب الموت فقط. نعم الحياة تتسع للملهمين والموت لا يمحو التاريخ، والزمن سيظل شاهدا على أن محمد مر وهذا الأثر. الرؤية الواضحة والحديث المملوء بالثقة والإصرار على تحقيق الأهداف. محمد بن سلمان وعبر لقائه في برنامج 60 دقيقة والذي بث عبر قناة تي بي اس الأمريكية، لقاء اتسم بالحديث عن جوانب متعددة ووافية الأركان حول الشؤون الخارجية والداخلية للمملكة وأبرز المتغيرات على الخارطة الداخلية. كانت أبرز نقاط حديث سموه والتي تحدث عنها في بداية اللقاء كالعلاقة مع أمريكا، والتي قال سموه عنها هي علاقة تاريخية وممتدة منذ 80 عاما، والسعودية هي أقدم حلفائها في الشرق الأوسط. وعن كوشنر وعملية السلام تحدث سموه قائلا واجبنا أن نعمل مع حلفائنا ومن يمثلها ونركز على الإيجابيات ولا نلتفت لنقاط التوتر
ونعمل من أجل مصلحة الفلسطينيين والسلام. وعن مرحلة بن لادن قال سموه: لقد جند بن لادن 15 سعوديا لصنع انشقاق بين الشرق والغرب وبين السعودية وأمريكا، ولكننا نجحنا في علاجه. وحول الحريات في السعودية قال سموه: القوانين الشرعية واضحة للغاية، وقد كنا نعيش حياة طبيعية والنساء يقودن السيارات ويعملن، وكانت هناك دور للسينما. كنا نتطور كأي بلد آخر في العالم حتى الثورة الإيرانية عام 1979، وبعد ذلك العام تحولنا إلى ضحية للتشدد، وخصوصا جيلي أنا. ما كنا عليه في السنوات الأربعين الماضية ليست السعودية الحقيقية، وبإمكان مشاهديكم التأكد من ذلك. وعن عمليات الإصلاح قال سموه حول موقفو الريتس: استعدنا 100 مليار دولار، وهدفنا القضاء على الفساد لا جمع المال. وفي جوانب النظام التعليمي قال سموه: مدارسنا اجتاحها الإخوان، ولا يوجد بلد في العالم يقبل أن تغزو نظامه التعليمي منظمة متشددة، وسنجتثهم. وحول حقيقة اليخت قال سموه: أنا رجل غني ولست فقيرا، ولست مانديلا أو غاندي، فأنا من عائلة مالكة موجودة منذ مئات السنوات قبل قيام السعودية، ونملك مساحة أرض كبيرة. حياتي الخاصة بقيت على حالها قبل 10 أو 20 عاما، وأصرف 51% من مدخولي على الأعمال الخيرية و 49% على عائلتي. وعن إيران تحدث سموه قائلا: ليست منافسا للسعودية على الإطلاق، وليست من أقوى 5 جيوش في العالم. آية الله خامنئي: هتلر جديد في الشرق الأوسط، لأنه يريد التمدد في المنطقة ونشر مشروعه وأفكاره في العالم. إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية سنفعل الشيء نفسه وفي أقرب وقت ممكن. كثيرون من القاعدة يحظون بحماية إيران وترفض تسليمهم لأمريكا، ومنهم نجل بن لادن. وحول الحرب في اليمن قال سموه: الإيديولوجيا الإيرانية تسللت إلى أجزاء من اليمن، وميليشيا الحوثي كانت تقوم بمناورات على مقربة من حدودنا وتنشر الصواريخ في تلك المنطقة. لا أتوقع أن أمريكا ستقبل وجود ميليشيا على حدودها مع المكسيك تطلق الصواريخ على واشنطن. الوضع في اليمن مؤلم، ونتمنى أن تتوقف الميليشيات عن استخدام الجانب الإنساني لصالحها استعطافا للمجتمع الدولي. وانتهى القائد الملهم في زمن قل فيه القادة بإجابته عندما سئل عن ماذا سيوقف محمد بن سلمان عن إجراء الإصلاحات والتغيير كذلك، فقال: الموت فقط. كم شاع قبلك أقوال بلا عمل، حتى أتيت فكان القول والعمل. إن قلت سوف وحرف السين تنطقه، بالتو قولك بالأفعال يكتمل. فهد المسعودي: يا هلا. للحديث أكثر حول أصداء هذا اللقاء يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود الدكتور عادل المكينزي، كما ينضم إلي أيضا المحلل السياسي والاستراتيجي الأستاذ حمود الرويس، وأرحب أيضا بالمحلل السياسي الأستاذ أحمد الإبراهيم. حياكم الله معنا جميعا في أهلا، نورتونا. دكتور، أبدأ معك، كيف تقرأ مجموع الرسائل التي أوصلها الأمير محمد بن سلمان في هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحييك وأحيي الزملاء الكرام والسادة المشاهدين في هذه المناسبة الحقيقة. أولا أود أني أشير إلى الاختيار الموفق لسمو ولي العهد وللفريق العامل لقناة سي بي أس وبرنامج 60 مينتس اللي له 60 سنة و يعني له أثر كبير على أرض الواقع الآن، وله يعني مشاهدين حوالي أيضا 40 إلى 50 مليون مشاهد على مستوى الأمريكا وعلى مستوى العالم. كان فيه كبار المذيعين مثل دان رادر وإد برادلي وآخرين.
عندما تحدث عن الأمير محمد بن سلمان ووجوده هذا الوجود، الحقيقة ابتداء أود أشير إلى بعض الصفات التي يتمتع بها واستطاع أن يسوق المملكة للعالم. الأمير محمد بن سلمان شاب يتمتع بالحماسة، يتمتع بالشفافية، عنده قدرة اتصالية لفظية وغير لفظية مع الكاميرا. وتعرف أنت عندما نتحدث عن الجمهور الأمريكي بشكل خاص، التلفزيون من خلال الدراسات العلمية، التلفزيون له تأثير فاعل في توجيه الرأي الأمريكي، لذلك كان الاختيار ملائما وموفقا في التواصل مع الجمهور الأمريكي. عندما نتحدث عن المقابلة ذاتها، نحن نتحدث عن أبعاد أيضا، مضامين ضخمة حملها سمو ولي العهد للجمهور الأمريكي وللنخب الأمريكية وللقطاعات المختلفة. لو تلاحظ أنها تحمل رسائل للمرأة، رسائل للسياسيين، رسائل للاقتصاديين، رسائل لشتى يعني قطاعات المجتمع. هذا الأمر بالنسبة لنا، وتعرف أنت المجتمع الديمقراطي الأمريكي التصويت له تأثير في كثير من القرارات، لذلك التواصلنا المباشر مع المشاهد الأمريكي سيحدث التأثير الكبير. أيضا هناك تحركات سريعة بالمملكة العربية السعودية، ما الذي يحدث هناك؟ هناك إشكالية سابقة أخوي مفرح والأخوة المشاهدين، أنه صورة المملكة العربية السعودية أنها صندوق أسود مغلق، وإيصال الرسائل التي من المملكة عن ما يحصل لدينا في ضعف كبير في إيصاله. الآن يبادر أكبر رأس في الهرم بعد الملك الله يحفظه في إيصال هذه الرسائل بحيوية وديناميكية وبطريقة تتلائم مع طبيعة المتلقي الأمريكي، ولذلك هناك استجابة ضخمة من قبل الجمهور الأمريكي في تداول هذه الرسائل الموجودة. فلذلك لما تناول المرأة السعودية والدور الكبير الآن بالنسبة لهم، المرأة المجتمع الغربي خلال تاريخنا الطويل هي القضية الكبرى بالنسبة للإعلام الأمريكي، للنخب الأمريكية، للسياسيين الأمريكيين إلى آخرهم. عندما تناول هذا الوضع، والجميل في طرح الأمير محمد بن سلمان هي الأصالة في السياق الإسلامي وليس خارج السياق الإسلامي، منبت بأن هذه من الأمور المباحة في الشرع وفي فترة ماضية ربما كان هناك بعض الظروف. ولذلك عندما قدم هذه الرسالة هو حقيقة لا يقدم فقط المملكة بل يقدم الإسلام الوسطي للمجتمع الأمريكي بهذه. تحدث عن إيران طبعا وأرسل رسائل واضحة حول الفوضى التي تجريها في المنطقة، تحدث عن التغييرات التي تحدث في المملكة على الصعيد المستوى المحلي الاجتماعي على المستوى التعليمي، رسائل محددة. أخي الكريم، الدبلوماسية ليست دبلوماسية رسائل فقط. الأمير الله يحفظه الآن هو يصل شخصيا ليتواصل، تعرفوا الانتربيرسونال كوميونيكيشن، الاتصال الشخصي ترى يؤثر في المتلقي. فأيضا تواصله المباشر مع يعني في وصوله لأمريكا وللسياسيين وللنخب يرون بعينهم شاب من هذا المجتمع اللي يمثل 60% من المجتمع السعودي، ويرون الآثار الحقيقية الذي أحد ما يتمتع بها ويتمتع بصفات كثيرة أنه يتبع القول العمل. ولذلك عندما تحدث عن الفساد كنا تذكر لن ينجو أحد، أتبعها بعمل ضخم كان له أثر على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي الخارجي. وحتى تعرف أنت الاستثمار ورأس المال جبان يريد البيئة القانونية والبيئة الآمنة، ولذلك تمتع الأمير محمد بن سلمان من خلال الحوار حقيقي في 60 minutes بالشفافية والوضوح، وأعتقد أن هذه أحدثت تأثيرا كبيرا في المتلقي الأمريكي. جميل أستاذ حمود، أكرر الترحيب بك في أهلا وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. ما أبرز النقاط التي لفتتك في حديث الأمير محمد بن سلمان قبل أن ندخل لكل التفاصيل؟ مساك الله بالخير أخوي مفرح وأستاذنا الدكتور عادل وأستاذ أحمد، سعيد بتواجدنا معكم. لكنه حقيقة حديث سمو ولي العهد ليلة البارحة يعني كان حديث مثل ما أشار الدكتور عادل، كان شفاف، ومذيعة نفسها أشارت أنه تم تقديم الطلب للقاء سموه قبل 3 سنوات. وأنا أعتقد أنه حكمة سموه في تأخير هذه المدة كلها حتى يتحدث ويقول صنعنا، بدل أن يقول سنصنع سنعمل سنفعل. ولكن
هذا الحديث جاء ليلة البارحة مثل ما أشار دكتورنا الدكتور عادل، رسائل وجهت للغرب بالذات للمواطن الأمريكي، رسائل كانت هادفة ودقيقة. دائما في كل زيارة لأي مسؤول سعودي بالذات الولايات المتحدة الأمريكية يواجه بسيل من الأسئلة، كانت إجاباتها محرجة فيما يخص قيادة المرأة، فيما يخص وضع المرأة، فيما يخص التعليم، فيما يخص موضوع الإرهاب، فيما يخص الفساد. فلقاء ليلة البارحة حقيقة كشف كثيرا من الغطاء للجمهور الأمريكي عما حدث، لأنه الإعلام الأمريكي بصفة عامة كان يتساءل في خلال الثلاث سنوات الماضية ماذا يحدث في المملكة العربية السعودية منذ أن جاء سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى منصبه، عندما كان ولي العهد وطرح رؤية المملكة 2030. كان العالم يتساءل ماذا في هذه الرؤية، إلى ماذا تريد أن تصل دولة مثل المملكة العربية السعودية، هل المملكة العربية السعودية قادرة على إنجاز ما تحدث به الأمير محمد بن سلمان عندما طرح رؤيته. فكانت هناك كثير من التساؤلات جعلت الإعلام الغربي بالذات الإعلام الأمريكي يسعى إلى أنه يحصل على إجابات. فتأخر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إجابة القناة إلى هذا الشهر، أعتقد أنه حتى ليقول لهم صنعنا بدل أن يقول سنصنع. فلذلك عندما تحدث أمس كان تحدث عن ماذا صنع في الفساد، ماذا صنع في الجماعات المتطرفة، ماذا صنع ليحقق الإسلام المعتدل للمملكة العربية السعودية، ماذا صنع للمرأة السعودية، وماذا صنع في عديد من الملفات التي كانت تطرح من وسائل الإعلام الأمريكية. فكان رده ليلة البارحة صنعنا صنعنا صنعنا. أكثر ما شد انتباهي في هذا الموضوع رؤية سموه في استمرارية هذا العمل، وأنه لا زال يحمل الكثير مما سيصنعه في الأيام المقبلة، ودلالة عليه مثل ما حدث في طرح موضوع التعليم وقال أننا سنتخلص من بقية هذه الجماعات في المرحلة القريبة المقبلة. فهذه كلها من العلامات. طبعا حديث البارح رغم أنه كان قصير جدا لكنه يحمل الكثير الكثير مما يستحق أن نناقشه، وأعتقد أنه فقرات البرنامج ستجعلنا نطرح كثير من الأمور بكل تأكيد. أستاذ أحمد أرحب فيك في أهلا، شكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. وبعطيك السؤالين مع بعضها، رؤيتك حول مقابلة الأمير وأهم النقاط اللي لفتتك في هذه المقابلة. تحياتي للسادة المشاهدين ولك وللإخوان. لا شك الشباب ما شاء الله يعني على ما قالوا they covered everything، قالوا كل شيء، ولكن دكتور شاب الشباب نعم شباب الشباب لا ما شاء الله، بس طعمك حنا من عملية الدراسة للمجتمع الأمريكي والتعايش مع المجتمع الأمريكي ومراقبة الناخب الأمريكي الأمير محمد بن سلمان كأنه كان يخاطب اللي قاعد في أمريكا وسط الولايات المتحدة، وصل الله إياه بشفافية وببساطة، حل جميع المسكنسبشنز بلغة بسيطة جدا، وعطاهم ما المملكة العربية السعودية وما الحلول. يعني اليوم حنا دائما نعمل على تصحيح فكر الولاية الأمريكان عن المملكة العربية السعودية. مقابلة الأمير محمد بن سلمان ليلة البارحة هذه لا تقدر بثمن، لأن كنا بنحتاج كثير من مجموعات الضغط وكثير من البي آر لنبرز ما هي المملكة العربية السعودية. هو سواها في أقل من 60 minutes، actually 27.63 27 دقيقة. فكانت الشفافية موجودة، قال أشياء دائما المواطن السعودي كان يخاف يقولها، زي مثلا على موضوع التعليم قال المشكلة الحقيقية اللي احنا نواجهها في وزارة التعليم، قال أشياء معينة في حقوق الإنسان، قال حنا المملكة تراعي حقوق الإنسان وبما يخص دينها، ولكن هناك فئة سوف نبرز كيف أنه تأثيرهم يشق الصف داخل المجتمع السعودي. فهذه كلها جوابها بكل ثقة، لم يتأثر بتأتأة، الجواب كان حاضر في ذهنه. هذه تعطيك شخصية قائد فريد من نوعه في المنطقة هذه بل في العالم أجمع. اليوم حنا في المملكة العربية السعودية أو كحنا مجموعتنا كحالة رصد للمملكة العربية السعودية في الغرب في أوروبا أو في أمريكا، المملكة تتصدر الأخبار بشكل إيجابي، بشكل استثمار، بشكل مشاريع جديدة، بشكل إصلاحات معينة. وزي ما لاحظت من المقابلة وعرفها للمذيع حق 60 minutes
أودانل قال لها أن بما معناه هناك شيئين، لا يوجد وقت غلط لفعل الشيء الصحيح، والشيء الثاني اللي عجبني أنه مهما كان المملكة العربية السعودية تتقدم وتأخذ هذه الإصلاحات بما يناسب شعبها والدين اللي هي تستمد منها قوتها. في النهاية المملكة لا تتبع أي دولة غربية في أي مصلحة معينة ممكن لها أو لشعبها، وإذا كان هناك تطور في داخل المملكة العربية السعودية فهو ينتج من عملية الشعب مع القيادة الشابة اللي احنا نشوفها في الأمير محمد بن سلمان. جميل جدا. اسمحوا لي ندخل لتفاصيل هذا اللقاء. دكتور عادل، تحدث الأمير محمد بن سلمان وأجاب ربما عن موضوع لم يتم التطرق في الحديث السياسي بهذا الوضوح له منذ مدة طويلة، أسامة بن لادن وال15 شخص الذين كانوا معه ومحاولة إحداث انشقاق في العلاقات ما بين السعودية والأمريكا. ابتداء يجب أن نشير إلى أنه حقيقة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأمريكا هي علاقات استراتيجية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ولقائه بروزفلت. الملك عبد العزيز كان يعمل منذ توحيده المملكة عام 1929 لإيجاد علاقات إيجابية مع الدول آنذاك. بريطانيا أول من اعترف بالمملكة العربية السعودية، لكن في نفس الوقت كان يحاول أن لا يتكئ على دولة واحدة وأن يوجد علاقة شراكة مع دول متعددة باستقلالية القرار السياسي السعودي. هذه الحكمة حقيقة أدت بعد ذلك إلى الوعي الأمريكي بالدور السعودي ويعني موقع الاستراتيجي في المنطقة، ولذلك كانت هناك العلاقة مع المملكة. في عام 1933 كان اعتراف أمريكا بالمملكة العربية السعودية. استمرت هذه العلاقة من خلال أيضا شراكة اقتصادية، وبعد روزفلت أيضا انطلقت العلاقة بشكل قوي أيام إيزنهاور، فأصبحت العمق العلاقة من خلال الزيارات. وكانت المملكة العربية السعودية أيضا يعني حاضرة في تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945. تعرف أنت بعد الحرب العالمية الثانية الآن في يعني توجهات جديدة في المنطقة، فلذلك أصبحت رؤية المملكة كشريك حقيقي في الاستقرار وفي ازدهار والرخاء بين الدولتين، الأمر الذي أدى إلى نمو يعني علاقات استراتيجية قد تحدث فيها بعض الخلافات الطارئة في هذا الجانب. ولذلك عندما نتحدث عن الواقع الحالي الآن يعني ربما هي مرت بهزة أيام أوباما من خلال الاتفاق النووي للأسف مع إيران، والذي أعطى إيران يعني فك كثير من الأموال، مئات الملايين لإيران للأسف كانت استخدمت لزعزعة المنطقة، فضلا عن أنه هناك إشكاليات أخرى. لكن بعد مجيء ترامب، والحق يقال هناك ترامب نفسه أقر بأن هناك أخطاء في السياسة السابقة اتجاه الإقليم، والمملكة كانت دوما ناصحة في هذا الجانب. الأمر الآن بالنسبة للعلاقة بين أمريكا والسعودية علاقة أقوى بكثير، هناك اتفاق أو شبه اتفاق في كثير من الملفات في المنطقة، قد تكون هناك بعض وليس بالضرورة بين الأصدقاء أن تكون هناك اتفاق 100%، بل يكون هناك بعض الاختلافات في بعض الجوانب في مصالح اقتصادية ضخمة بيننا وبين الولايات المتحدة، هي الشريك الأول. هناك يعني صفقات تجارية ضخمة، هناك طلاب ما لا يقل عن 110 ألف طالب، ويعدون هما الحجم الرابع من عدد الطلاب في الولايات المتحدة. فعندما نتحدث عن العلاقة بين المملكة العربية السعودية بحضور وتتويج الأمير محمد بن سلمان بهذا الحضور، أعتقد أن هذا سيوصلنا إلى 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 يعني اتفاقات ومصالح تعود على المملكة العربية السعودية وتعود على الطرف الأمريكي في كل الأصعدة التي يمكن أن تفتح فيها الملفات. جميل جدا. أستاذ حمود، بأخذ معك أيضا إذا بقينا في الشأن السياسي، حديث الأمير محمد بن سلمان عن إيران، كانت هناك ثلاث نقاط رئيسة: إيران ليست ندا لنا، خامنئي هو هتلر الشرق الأوسط الجديد، وإذا طورت إيران أسلحتها النووية سنمتلك فورا سلاحا نوويا. كيف تعلق؟
إيران هو موضوع شائك، وهناك تطابق في وجهات النظر بين سياسة المملكة العربية السعودية وأيضا سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقهم على وجود هذا الخطر في منطقة الخليج العربي. أولا حديث سموه عن أنه إيران ليست ندا، فطبعا هذه لم تكن كلمة عابرة، وإنما هناك من الباحثين في جيو استراتيجي دائما عندما يدرسون أدوات القوة الوطنية أو القوة الشاملة لأي دولة يقومون بتفكيك هذه القوة إلى عناصرها الأساسية، ثم يقومون بحسابات ليعرفوا قوة كل دولة. وهناك نماذج حتى موجودة، جيرمان راي أيضا نموذج عربي وحيد اللواء أحمد فخر. هذه النماذج نستطيع أن نحلل أي دولة ونقيس قوة عناصر الدولة الرئيسية، القوة السياسية، القوة الدبلوماسية، القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، القوة التقنية، أيضا الإعلامية إذا أخرجناها من التقنية. هذه مجموعة القوى هي من يشكل قوة الدولة. فعندما نتحدث في هذا العلم بطريقة علمية وليست بهرجة إعلامية، نتحدث عن عناصر أساسية موجودة. العنصر الأساسي عندما يفكك ويدخل هذه الجداول، والسياسي أو الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري، هذه الدولة عندما نقيس هذه العناصر ونجد ماذا يميز إيران، أو ما هي القوة التي تمتلكها إيران على المستوى السياسي أو على المستوى الدبلوماسي أو على مستوى مكونات الدولة، الأرض، الشعب، النظام، الحكم، عندما تحدث عن قوة اقتصادية، عندما تحدث عن قوة عسكرية. أي باحث في هذا المجال يعرف أن ما قاله سمو ولي العهد في حديثه أنه كلام صحيح. لا يمكن أن تكون إيران على أي مستوى أن تكون ندا للمملكة العربية السعودية. هناك دول تسعى لتغطية ضعفها بالإعلام وشيئا من البهرجة، كما رأينا عملية إنتاج الصواريخ وكذا. احنا رأينا حتى إن كانت القوة التي تفتخر فيها إيران هي القوة الصواريخ البالستية الموجودة عندها، فقد أطلق أكثر من 91 صاروخا من اليمن، أي منها لم يصب هدفه. فهذه القوة التي تحاول الإعلام الإيراني أن يسوقها على أنها قدرة هائلة عند إيران، هي لا شيء مقابل الأنظمة الدفاعية الموجودة في دول الخليج، بالذات المملكة العربية السعودية. عندما تجد القوة الدبلوماسية، وزير خارجية إيران يذهب إلى دولة أوروبية لم يجد من يستقبله في المطار، فأي قوة دبلوماسية تتحدث عنها؟ طبعا هم استغلوا في الفترة السابقة ضعف الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقعوا معهم الاتفاق المشبوه، خلينا نقول. طبعا هو له أغراض، وانت نعرف انه استمرت الاتفاق النووي 13 عاما ما بين بداية المفاوضات حتى توقيع، فلو كان هناك قدرات يخاف منها البعض لن تستمر المفاوضات 13 عاما. عندما نتحدث عن أي عنصر من عناصر القوة نجد أنه صحيح إيران ليست ندا للمملكة العربية السعودية، حتى وإن كانت لها ميليشياتها ولها أذرعتها، فمن السهل تقطيع هذه الأذرعة مثل ما يحدث الآن في إيران، وبعدها سيكون في لبنان وفي سوريا والعراق. الفقرة الثانية اللي حضرتك تكلمت عنها عن خامنئي وشخصية هتلر. سمو ولي العهد دائما ما يستدعي التاريخ، وعندما سئل في مصر عن مشكلة قطر قال بالنص أنها استدعى نموذج كوبا مع الولايات المتحدة الأمريكية، واستدعى أيضا في هذه الحادثة اسم هتلر والنازية، وهذا اسم يمثل في الثقافة الغربية بصفة عامة سواء في أوروبا أو في أمريكا شخصية سيئة وأحداث يتمنى العالم الغربي ألا تعود إلى الذاكرة مرة أخرى. فعندما استدعى هذه الحادثة ذكر الغرب بصفة عامة أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك نموذجا سيئا دمر أوروبا وأخر التنمية فيها وقتل الملايين ودمر مدن بأكملها، هو شخصية هتلر. فعندما أسقط هذه الصورة وهذه الشخصية على شخصية خامنئي ودولة إيران، هو استدعى للمواطن الأمريكي الذي حدثه ليلة البارحة وللغربي بصفة عامة هذه الشخصية السيئة، وقال كما سكتت أوروبا عن هتلر حتى بنى قوته،
يجب ألا يسكت العالم الآن عما يصنعه خامنئي وإيران، لأنه إذا وصل إلى القوة التي وصل لها هتلر ستكون كارثة للعالم كله. الآن العالم مرتبطا ببعضه، لو حدث مشكلة في الخليج لن يتأثر الخليج لوحده، سيتأثر العالم كافة. بالنسبة للسلاح النووي وباختصار إذا أمكن، السلاح النووي هو المملكة العربية السعودية طبعا عضو ونددت كثيرا وضد انتشار السلاح النووي، وهي من يطالب بتنظيف العالم من أسلحة الدمار الشامل سواء نووي أو كيماوي أو بيولوجي. لكن هو هدد، قال لن نسكت إذا امتلكت إيران السلاح النووي، إذا امتلكت السلاح النووي سنمتلك نحن السلاح النووي، ومن حق المملكة العربية السعودية أن تدافع عن أرضها وعن شعبها وعن مقدراتها، وهذا ما ذكره ليلة البارحة. جميل، واضح. بس بسيطة مع بسرعة علشان أقدر ألحق. إيه إيه هو في الحقيقة ما أشار إليه جميل وفي صلب الموضوع. القضية الأساسية حقيقة عملية تحول إيران من الثورة والفكر الثوري وفكر التدخلات منذ عام 79 إلى الآن، يعني نتكلم عن أكثر من 30 عاما، والمملكة العربية السعودية من ذاك الوقت وهي تقف موقف واضح اتجاه ما يحصل. الإرهاب ورعاية الإرهاب الذي تمارسه إيران هو أوصل رسالة يحفظه الله للمتلقي الغربي حول العبث الذي يحصل والتدخلات اللي أدت إلى تدمير المنطقة وإلى تهديد أهالي المنطقة. تطبيق الاتفاق النووي أيضا هو أحد الإشكاليات، بل ترامب أكد الإشكالية هذه في حديث سابق وكان يعني فيه عتب على هذا. أعتقد حديث الأمير محمد بن سلمان في هذه النقطة هو تحذير أكثر منه تهديد، تحذير للدول العالم بأنه ترك إيران في هذه المرحلة سيجعل من الصعوبة بمكان لجمها بعد ذلك عندما تبدأ أظافرها يعني تنشب في المنطقة وتعيث فسادا كما هي تعيث الآن فسادا. ونعرف أنه يعني قاسم سليماني ويتباهى الآن يتبختر في سوريا وفي العراق وفي غيرها في إظهار القوة الإيرانية على الأرض العربية، وأيضا الدفاع عن الحوثيين ومدهم بالخبراء ومدهم بالسلاح، ما أدى إلى الآن إزهاق ملايين الأرواح. جميل، بناخذ قضايا الداخل اللي تحدث عنها الأمير محمد السيد أحمد، تحدث على موضوع الحريات في السعودية وتكلم على أن السعودية تريد أن تعود إلى ما كانت عليه قبل 1979، وأن السنوات الماضية التي عاشتها السعودية لا تمثل السعودية الحقيقية. صحيح، يعني دائما هو قالها في المنتدى الاقتصادي أن المملكة العربية السعودية سوف تعود إلى الإسلام الوسطي. طبعا هي في عام 1979 هي عندما جاء الخميني إلى إيران وبدت المشاكل في المنطقة كما هو واضح. سوف يكون للمواطن السعودي أو المواطن السعودية ضوابط ضمن الإسلام الوسطي، مجتمع طبيعي، مجتمع فيه تعامل بين الأسرة، مجتمع تقدر تروح وتقابل ناس ما هم من عائلتك تتعامل معهم سواء كان في محل تجاري. قيادة المرأة هذا يعني هذا اختيار شرعي للمرأة إذا كانت تبغى تسوق ولا لا، للعائلة أشياء كثيرة سوف تنمي البلد فكريا. الأمير محمد بن سلمان يبي يخلي المملكة العربية السعودية بيئة جاذبة وليس بيئة طاردة. اليوم حنا عندنا لما نستقبل رجال الأعمال يجون يؤدون غرضهم خلال 3 أيام ويطلعون، حنا نبغى لا نطور المملكة العربية السعودية، نبغى نخلي لها مجالات أوسع. الحين حنا نشوف في عندنا إيفنتات من فنانين تشكيليين، من إيفنتات اللي هي تحاكي المخ تخاطب الذهن في جميع اليوم، يعني في الويكند ما أعرف مثلا ولا أخذ ولدي على أي مثلا منتدى رسم ولا منتدى ألعاب ولا منتدى كذا، هذه الأشياء كلها تحمس العائلة أنها تستثمر في المملكة. اليوم المملكة العربية السعودية على الاتجاه اللي هي رايحة فيه، أنا أتوقع يعني في القريب العاجل أو في المستقبل القريب إن شاء الله حيكون لنا أكثر صولات وجولات داخل المملكة أكثر من ما حنا نروح. اليوم الناس يتكلمون عن العلا، أصدقاء غربيين يعلموني وش في العلا وأنا ما قد رحت العلا، أجوا سلمة، الأمريكان اللي عندنا هنا ما يتسلقون إلا على هالجبال، حقل الناس يتغنون في جمالها، حن فرسان مليانة بس حنا
للأسف ما وضحت. اليوم حنا متوجهين على الشيء هذا، في عندك طال عمرك أشياء داخل المجتمع السعودي بالسبعين في المية من اللي أقل من 35 سوف تفتح لهم، وواضح أن اليوم المواطن السعودي اللي أقل من عمره 35 يبغى تقنعه في البلد أنه يستثمر في البلد، تبني له طموح. اليوم تقدر تبني هالطموح هذه عن طريق التعليم وعن طريق أنك تلاقي واحد زي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى مواصيل خلى المستحيل سهل، وقال لك watch and learn، كيف بخلي المستحيل سهل وبسوي. يا سلام جميل. أنا باقي معي ثلاث دقائق ويمكن أقل، وباخذها من الشباب يعني بالميانة، أباخذ دقيقة على كل محور سريع. دكتور، محور الـ محور التعليم، محور الفساد عفوا، تحدث عنه الأمير محمد وقال أنه جمعنا 100 مليار دولار وأنه هدفنا القضاء على الفساد وليس جمع المال. تعليقك في دقيقة. أخي الكريم، من أهم العناصر الجاذبة لأي استثمار في العالم هو نظافة المكان والأمان الذي يكون. أعتقد أنه وهناك كلمة للملك سلمان الله يحفظه، وهو أنه لن نبقى في الجي 20 في المجموعة العشرين والفساد موجود. الكلمة العظيمة التي قالها يعني هذا الرجل الكبير تدل على أنه الابن قد أخذ الأمر بحقه. والفساد على فكرة هو الذي ينخر في أي مجتمع في أي دولة وتنهار مهما كانت الثروات الموجودة. الأمر الآخر هو أنه الأمير الله يحفظه من خلال العمل الذي قامه هو حقيقة يجذر النزاهة ويجذر الشفافية في التعامل. يعني الآن أي مسؤول الآن ينتبه إلى العمل بأفضل طاقة ممكنة وبطريقة دقيقة. والأمر الثالث في هذه القضية هو حقيقة إشارته إلى أنه هناك مؤسسة عدلية قضائية، وليس الأمر بقرار شخصي، وإنما تعود إلى محاكمات أو إلى تحقيقات تتم وفق المعايير الدولية. وهذا يدل على أننا نحن في دولة مؤسسات تتعامل مع هذا المال بحرص. والثمار الكبيرة مثل 100 مليار التي أشار إليها سمو الأمير دولار، هذه كلها ستعود ثمار على المواطن وعلى الشاب بإذن الله. واضح. محور التعليم، وفي دقيقة إذا سمحت الأستاذ حمود، التعليم قال أنه يعني سنتخلص من جماعة الإخوان اللي اقتحموا التعليم في سنوات كثير سابقة، كيف تعلق؟ هو هناك مشكلة، دائما في أسلوب حل المشكلات حتى تحل مشكلة أول شيء أن تعترف بالمشكلة. عظيم. اعتراف سموه بوجود هذه المشكلة هو بداية الحل الصحيح. طرح حقائق عن وجودهم داخل مؤسسة التعليم وهذا ملموس، طرح افتراضات لطرق حل، وعد بأنه سيتتبع البقية منهم. طبعا هناك خلايا بعضهم تم القبض عليه وبعضهم قد يكون لا زال طليقا في هذا المجال، ورأينا في الفترة السابقة خف كثيرا من الشخصيات أو وسائل تهيج المجتمع الذين كانوا يهيجون مع أي قرار تتخذه الدولة، يهيج المواطن ويهيجون وسائل الإعلام. عندما تم القبض على هذه الخلية خف كثيرا من هذا التهيج، وهذا يثبت أن هناك عناصر، هناك خلايا، هناك أشخاص كان هدفهم في هذه المرحلة هو إفقاد الثقة. والآن والأنبه أنا لها للأخوة المشاهدين، كثيرا ما توقف عملهم في تويتر، كثير منهم الآن اتجه إلى رسائل الواتس أب، عملية التهيج. لكن هو وعد أن يطهر التعليم منهم، وإذا تطهر التعليم منهم وتطهرت الإعلام هذين الشيئين ستطهر البلد كلها منهم. جميل، شكرا جزيلا لك. أستاذ أحمد، كان في جزء من حديث الأمير محمد ملفت بالنسبة لي والكثير من المشاهدين، تحدث عن شخصية الملك سلمان وثقافته وأنه قارئ جيد للتاريخ ويدفع بأبنائه إلى قراءة كتب التاريخ والاستفادة منها، كيف تعلق؟ لا شك أن الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كان هو أمير الرياض وحاكم الرياض، والرياض هي العاصمة، وهو من يعرف جميع عوائل الرياض وعوائل الدرعية ويعرف تاريخ المملكة، ودائم هو الشخصية اللي كانت بين إخوانه من يعني هو المرجع لتاريخ العائلة، وكان يحث دائما عياله على قراءة الكتب.
وفي أكثر من مجال قالها الأمير محمد بن سلمان وحتى أحفاد الملك سلمان، دائما يجمعهم عندهم ليقص عليهم تاريخ المملكة، يعلمهم على أجدادهم وقصص التاريخ، وأيضا لممارسة الحياة. وفي قصص من القصص كان يعرف كل واحد وش اتجاهه في الحياة، هذا بيطلع قانون، هذا بيطلع سياسي، وينمي الموهبة فيها، يرى فيها وينوم. فلا شك الملك سلمان كان له يعني contribution، أو كان له كثير من الأفرج اللي طلع الأمير محمد بن سلمان بالشخصية المتكاملة. جميل جدا، شكرا لك أستاذ أحمد، شكرا دكتور عادل، شكرا أستاذ أحمد، شكرا أستاذ حمود، شكرا لضيوفي في هذه الفقرة. أعرف أن المحاور كثيرة، وأن لقاء الأمير كلما تحدثنا عن محور تشعب إلى محاور عدة، لكن أتمنى أن نكون وفينا بأبرز النقاط التي دارت في حوار الأمير محمد بن سلمان. هذا اللقاء وهذه الإجابات وهذه الصراحة تؤكد أن رؤية السعودية تسير إلى المجد، وأن المستقبل بأكمله يبتسم للمملكة ولشعبها. بعد الفاصل نكمل معكم في أحد. العقار الذي يقولون عنه إنه الابن البار، هل ما زال هذا الابن بارا بالفعل أم أنه بدأ يتعلم العقوق، مشكلات العقار ومستقبله ارتفاعا وانخفاضا، بالإضافة إلى الفاتورة المجمعة والمنشآت الصغيرة المتوسطة وكثير من الهموم الاقتصادية؟ سنفتح ملفاتها مع ضيفي الأستاذ عبد الحميد العمري، ولكن بعد هذا الفاصل. بعد تخيلوا هذا الفيلا عليها 800,000، انا اذكر والله العظيم جيت قبل شهرين او ثلاثه كانت ب1,200,000. جاري هذا قبل سنه ونص شراه ب950,000 ريال، انا شريتها هذه قبل 4 شهور 500,000 ريال سعودي، يعني كم الفرق؟ الفرق 450,000 ريال. يعني على مستوى مخططات شمال الرياض كل مخطط في مجموعه فلل قاعده، لدرجه في ناس حاطه تبيع فيلا وتعطيك سياره. بالنسبة لأسعار الشقق الآن في نزول، يعني الآن أنا أعرف ملاك موجودين في السوق وعندهم عماير كثيرة وكل شيء بدأوا يعيدون النظر بالنسبة للأسعار. مع بداية عام 2018 فرضيات وتنبؤات تتحدث عن قرب انخفاض أسعار العقار السعودي مع مرحلة التحولات التي تشهدها المملكة وخروج أعداد كبيرة من الأجانب وعمليات التصحيح التي تحدث في السوق العقاري، صحف ومحللين يتوقعون بانخفاض هذا السوق. أصحاب المكاتب العقارية يعانون من موجة الهبوط الحادة والركود الذي دام لأشهر عدة. الوضع الحالي الآن في هدوء كبير في السوق، لا من ناحية البايع ولا من ناحية المشتري، السؤال تقريبا تلاشى كليا من اتصالات. أسباب النزول نسبة كبيرة من أعداد المجتمع السعودي مع الضريبة ومع الأشياء غير قادر أن يدفع الأجارات السابقة ويطالب في النزول. والإضافة الشيء الثاني عملية السعودة والأجانب ترحيلهم من البلد، يعني هذا بعد سبب فراغ. والله كانت الشقق العوائل 4 غرف وصالة ما تأخذها بأقل من 38 إلى 35، 4 غرف وصالة و3 دورات مياه تكرم، لكن الآن نزلت وصلت إلى 30 هم 4 غرف وصالة، وفيها مكيفات سبلت وفيها مطبخ وفيها مصعد العمارة ومخدومة يعني من جميع الاكسسوارات السكنية. على يعني على مستوى مخططات شمال الرياض كل مخطط في مجموعة فلل قاعدة، لدرجة في ناس حاطة تبيع فلة وتعطيك سيارة. مكاتب عقارية تغلق أبوابها وتهجر مكاتبها بعد قلة الطلب. والله شوف يا طول العمر والسلام، بالنسبة للي صاير بالسوق يعني يمكن مو نتكلم عن النزول بشكل كامل، في البداية كان يمكن تقريبا في نهاية 2016 صار في تصحيح بالأسعار، ممتاز. وبالنسبة للشقق السكنية في يوم من الأيام وصلت إلى أرقام فلكية، ممتاز. كيف فلكية؟ يعني بما معنى
كل واحد صار يبني عمارة أو شقة سكنية ويحط فيها التشطيب الممتاز يحط الرقم من كيفه. بعد الكلام هذا بعد نهاية 2016 بعد التصحيح اللي صاير، لا صار في تصحيح في السوق، حتى الشارع بشكل كامل صار عنده وعي. كيف وعي؟ صار يعرف تقريبا يعني مثلا منطقة شمال الرياض يجي يقول لك لا أنا أعرف أن الشقة السكنية هذه لما يصير فيها المواصفات الفلانية قيمتها كذا. بالنسبة لأسعار الشقق الآن في نزول، يعني الآن أنا أعرف ملاك موجودين في السوق وعندهم عماير كثيرة وكل شيء بدأوا يعيدون النظر بالنسبة للأسعار. البعض من أصحاب المكاتب العقارية لجأ لمشاهير مواقع التواصل أملا في إنعاش هذا السوق الذي انخفض وبصورة كبيرة في الأشهر الماضية. حراس هذه المرافق السكنية يؤكدون حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا. كم شقة هنا فاضي جوا؟ جوا ممكن أسرى 15 ما بمعلوم. 10 شقة فاضي؟ ممكن أسرى 15 ممكن. إيش مشكلة هذا؟ ما في مشكلة. ما في مشكلة؟ ما في زبون بس. ما في زبون؟ ليش ما في زبون؟ ما في معلوم. أول قبل كم شهر كان كويس، الحين ما في؟ أول كويس، أول 4 شهر كويس، الآن ما في كويس. علينا قبل 2 سنة كله مليان، علينا كله فاضي، يعني علينا كله في جرقال يعني شوية، أصلا كله علينا في 4 كم سيجار علينا. الآن موجود في 24 شقة، الحين كم نفر مستأجر جوا الشقة هذا؟ علينا في 20 شقة كده فاضي كله أصلا. 20 شقة فاضي؟ أصلا في جرقال كده وغلام كده. قد يصمد هذا القطاع لفترات طويلة من الارتفاع، ولكن مؤشرات عدة توحي بأن السوق العقاري يعاني في الأشهر الماضية من قلة الطلب وتكدس العروض. هذا الأمر قد يجعل ملاك هذه المشاريع إلى إعادة النظر في طرح الأسعار مجددا. عبد المحسن التميمي لبرنامج يا هلا الرياض. شكرا للزميل عبد المحسن التميمي على هذا التقرير. يسعدني أن ينضم إلي في الاستوديو الكاتب الاقتصادي الأستاذ عبد الحميد العمري. أستاذ عبد الحميد وحشتنا جدا في أهلا وحياك. نحشك غالي يا أخي، نفرح ولا الأخوان ولا الأخوات المشاهدين والمشاهدات. العقار، وش حقيقة العقار اليوم بكل بساطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحديث اليوم عن سوق العقار أصبح اليوم ليس في وسط الوسط الإعلامي أو في على صفحات الصحف أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم أصبح المواطن يلمس، طبعا خلينا نتكلم نتجاوز موضوع الركود، وصلنا إلى مرحلة نزول الأسعار. فاليوم أصبح، أنا أذكر قبل 3 سنوات إلى سنتين كنت دائما أقابل من الناس أنه وين النزول وين اليوم تغير الوضع. أصبح اليوم المواطن المواطنة اللي يبحث عن سكن أو يجدد إيجار أو ينتقل من بيت لبيت هو يلمس الانخفاض اللي حادث. وطبعا هذا الكلام كنا نتحدث فيه في 2014 و15 و16، في ذلك الوقت كان شبه نوع من أنواع الخيال أنك تتحدث عن انخفاض العقار. ليه؟ لأنه طوال عقد مضى، يعني من 2006 و7 و8 وما تلاها، كانت الارتفاعات اللي تحدث في أسعار العقار والإيجارات كان أصبح يعني في 3-4 سنوات من وتيرة الصعود أصبح هو الشيء التقليدي. ولهذا اندفع كثير من الأفراد خاصة من صغار المضاربين ومن صغار المستثمرين على أن يشتري 3-4 أراضي ويبدأ يفكر يبيعها، وفعلا كانت الأمور تمشي معه. يعني كان اليوم يشتري المتر ب600 ريال، ما يمر أقل من سنة اللي هو باع ب900 أو ب1000 ريال، يعني أو بعضهم يحقق في بعض المناطق اللي عليها طلب كان يحقق تقريبا الضعف المكسب. هذا الأمر تغير طبعا ليس فقط بسبب سوق العقار، ولكن بسبب الإصلاحات الكبيرة اللي قاعدة تصير عندنا في على مستوى الاقتصاد. اليوم يتحدثون مكاتب العقار على هذه النقطة. كنت أذكر أنه إذا حدث توطين، زيادة توطين وزيادة ترحيل سيؤدي إلى الضغط، وكانوا يتحدثون العقاريين في ذلك الوقت أنه وش العلاقة. اليوم يعرفون العلاقة، اليوم هم نفسهم العقاريين يعرفون أنه مع زيادة الشواغر من المساكن اللي هي كانت مسكونة بغير سعوديين واليوم هي فاضية، إضافة إلى ضخ يعني تتكلم على 420 ألف إلى 500 ألف وحدة سكنية تضخ بشكل سنوي،
في عام 2016 و17 متوقع أن يستمر. هذا يعطيك زيادة في نسبة الشواغر إلى يعني تتجاوز 20 إلى 30% من المساكن الموجودة على مساحات المدن اليوم شاغرة ما فيها أحد، وبالتالي طبعا هذا يزيد من الضغط على الأسعار، إضافة إلى العوامل الأخرى. عندنا ارتفاع معدل الفائدة سيرفع تكلفة التمويل، عندنا انخفاض السكان غير السعوديين سيزيد من الشواغر وبالتالي يزيد يضغط على الأسعار. زيادة المعروض اليوم، أنت تتكلم وزير الإسكان تحدث قبل تقريبا أسبوعين أو 3 أسابيع عن وجود 900 إلى 1,000 إلى 1,000,000 وحدة سكنية شاغرة. أنا أعتقد أن لو تحدثت البيانات عند وزارة الإسكان عن 2017 ممكن تشوف الأرقام تتحدث عن 1,500,000 إلى 1,400,000 وحدة سكنية فاضية، والعدد قابل للزيادة إما عن طريق ضخ وحدات سكنية جديدة سواء شقق أو فلل أو حتى وحدات سكنية صغيرة جدا، إضافة إلى انخفاض الطلب. يعني اليوم عدد الأسر السعودية الجديدة لعمليات الزواج لا تقارن أبدا بعملية الرحيل اللي قاعد يصير اليوم. بيانات التأمينات الاجتماعية تتحدث عن ما يقارب 600,000 وافد خرجوا من سوق العمل في عام 2017، والعدد قابل للزيادة في 2018 و19 و20. ليه؟ لأنه الاقتصاد السعودي اليوم ليس فقط يعني مسألة ما هي متعلقة فقط بالعقار، هي متعلقة أنه هناك تحول كبير جدا يمكن نتطرق له إن شاء الله في الجزء الثاني اللي يتعلق بالمشاريع الصغيرة والقطاع الخاص. لكن النقطة الأساسية أنه اليوم اللي شوف النزول اليوم نقطتين مهمة. النقطة الأولى أنه هذا النزول كنت أتحدث عنه وغالبية الكتاب الاقتصاديين في السنوات الماضية، في الوقت ذاته الذي كان هناك عقاريين وكتاب عقاريين ينكرون هذه الحقيقة. اثنين، الانخفاض اللي حدث اليوم تتحدث عن 15% إلى حدود 30% وقد يصل إلى أكثر في بعض المناطق خاصة الأراضي والفلل، هذا ليس إلا بداية. يعني اليوم الفلة أبو مليون اللي كانت 1,300,000 قبل 6 شهور ستتجه إذا لم يعني يرضخ مالكها لقوة السوق وقوة العرض والطلب سيتجه إلى أسعار أقل. يعني اليوم أنت اليوم عندك فلة كانت 1,400,000 وصارت 1,000,000 وعندك مشتري جاهز ب 900 إلى 850,000، إذا ما بعته اليوم وقبلت بالسعر هذا ستقبل بأقل من هذا السعر بعد 4-5 شهور من الآن. وسيستمر النزول. نتكلم على 2021 إلى 2022 الوتيرة ما فيه. لا تتخيل، أنا أقول لك والعقاريين لا تتخيل أن اليوم هناك 1 في التريليون احتمال أنه ترتفع الأسعار. ليه؟ لأنه الوضع مو مرتبط بسوق العقار، مرتبط أنه اقتصاد عندك قاعد يتحول بشكل إذا ما فهمته اليوم ستفهمه غدا. ولكن طيب ممتاز، هذه 3 نقاط أبغى أخذها معك واحدة واحدة على السريع. النقطة الأولى، الأشخاص اللي كانوا يتحدثون سابقا عن أنه استحالة نزول الأسعار، هل كانوا يتحدثون وفقا لرؤية معينة لديهم ولا لأنهم هم اللي كانوا يتحكموا في السوق وما هم حابين أنه ينزل؟ لا، ما حد يقدر يتحكم في السوق العقاري. اللي كان يخدم سوق العقار للصعود هو وجود تشوهات، وجود عندي سيولة ضخمة جدا تبحث عن فرص استثمار ولا يوجد، طفرة سكانية، كان عندنا زيادة في عدد السكان يعني بشكل كبير جدا، يعني من خلال خاصة موضوع غير السعوديين. في فترة من الفترات وصلت التأشيرات 2014 و13 المتوسط فوق 3 مليون. يك أن تتخيل أي بلد وتتركز في المدن، يعني تخيل زيادة في عدد السكان سنويا 3 مليون غير الزيادة الطبيعية في عدد السكان، إضافة إلى أن هناك في 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 سوق العقار هناك تشوهات ما كانت ملموسة. يعني قبل 2015 أو قبل تقريبا ما تطلع موضوع الرسوم، كنا الحديث عن الرسوم كان شبه خيال، وكان كثير من الناس يتكلمون، حتى بعض العقاريين يتكلم إذا ظهرت الرسوم العقار سيتحول وحش العقار إلى أقوى من اليوم. لا وحش، صار قطو. أما تسمع له صوت، وهالكتاب اللي كانوا يتكلمون أنه اشتروا ما عليكم من العالم والحقوا واقترضوا، اليوم بين قوسين اعمل نفسك ميت ولا كلمة. تجي تمنشن تقول وين كلامك قبل 3 سنوات أنه العقار بيطلع؟ خلك من اللي يقول سيستقر، هذا موضوع ثاني. نتكلم على اللي كان يتكلم صعود 10 إلى 20% قبل 3 سنوات. اليوم هو وش اللي كان يدفع ويقول كذا أستاذ عبد الحميد؟ ليش كان يقول كذا مع أنه شايف السوق وعارف التغيير اللي ما لومهم؟ هذولا صاحبين صنعة، يعني هذولا سوقهم، لا يمكن لو إن كان يبيع تونة ولا يبيع أرض مستحيل يقول لك أنه بترخص.
يعني هذا شخص يعني مستفيد من اللي قاعد يصير. وبالتالي كنت أتحدث أنه هذا شخص يعني رأي مصلحة ما تأخذ رأيه، أو على الأقل اسمع رأيه ورأي غيره، عرفت؟ لكن للأسف أنه كانت الساحة محبطة من الناس، أنه قاعد يشوفون الأسعار قاعدة ترتفع، وتجربة مريرة. أنت تتكلم عن 2006 إلى 2014-15 ارتفاع، يعني تتكلم عقد كامل. يعني اليوم كنت تمر على أرض كان المتر ب 500، تيجي بعد سنة 700-800، تيجي بعد السنة اللي بعدها صار 1000، بعد السنة اللي بعدها وين بتروح؟ يعني لو استمرينا على الوتيرة هذه كان اليوم المتر اللي قبل 3 سنوات ب 3000 ريال كان اليوم أنت تتكلم عن 7000-8000 ريال، من يستطيع أن يشتريها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، يعني دائما أتكلم عنها في تويتر وفي كثير من برامج، إذا كان نفسهم أصحاب الصنعة العقاريين اليوم هم يحثون الناس طول الفترة اللي راحت على الشراء رغم وتجاهل كل المعطيات والمتغيرات الاقتصادية، اليوم القطاع التجاري اللي هو عقاري يشتري من عقاري أو رجل أعمال يشتري من عقاري، اليوم النزول اللي صاير فيه كأسعار وقيمة صفقات لا يقارن أبدا بموضوع السكني اللي هو القطاع السكني اللي هو المستهلك النهائي يشتري له بيت أو شقة أو فيلا، ما في مقارنة. رغم النزول اللي هناك اليوم أنت تدري، وهذا الكلام مثبت ببيانات وزارة العدل، أن الصفقات السكني اليوم لا تتجاوز ثلث الصفقات اللي كانت تتم في 2014. يعني لو نتكلم عن 100 مليار كانت تتم في 2014، اليوم أنت تتكلم عن أقل من 30 مليار. طبعا هذا النزول صاحبه نزول أيضا في عدد العقارات المباعة بنسبة أقل، وهذا دليل أن هناك فيه أسعار قاعدة تنزل. في الجانب الآخر الصفقات التجاري كم انخفضت مقارنة بالصفقات اللي كانت في 2014 اللي هي ذروة السوق العقاري، أنت تتحدث عن أقل من 18-17%، وهذا شيء يعني صدمة. أنه أنت اليوم صاحب العقار أنت اليوم أنت متشائم أكثر من يقول أنه والله الأسعار بتنزل أو لن تنزل. اليوم إحنا نتجه أنه انخفاض عدد سكان غير السعوديين، نتجه أنه كثير من الأعمال اللي بنشوفها والأنشطة الاقتصادية والتجارية ستختفي من الساحة، وبالتالي اليوم عدد اللي تشوف المحلات الفاضية بيزيد، وبالتالي تضغط على مزيد بشكل أكبر على الأسعار. أيضا منتجات جديدة بتجي متوافقة مع الكود البناء السعودي أفضل مليون مرة من الفيل اللي نسميها فيل الكرتونية اللي إذا جاء المطر صكوها عشان ما تشوف العيوب والتشوهات اللي فيه. فكل هذه الأمور يعني أنا أعتقد أنه فاتت الفرصة على كل من حاول أن يروج لارتفاع الأسعار أو يبيع بأسعار غالية، واليوم هو أصبح اليوم في مواجهة حقيقة أمامه. يعني ما عدت المسألة والله تقرير ورقي أو رسم بياني، اليوم السوق والمجتمع هو يلمس هذا الشيء، والنزول اللي نشوفه اليوم ليس إلا بداية الغيث وبداية مزيد من النزول اللي إن شاء الله سنشهده إن شاء الله في السنوات القادمة. قبل ما أروح للنقطة الثانية، المواطن اليوم خلينا نوجه حديثنا للمواطن، المواطن اللي يبغى يشتري في العقار بإيش تنصحه؟ النصيحة اليوم طبعا الأسعار أصبحت اليوم بيده، يعني هو اليوم متحكم. اليوم البائعين هم من يطارد، وهذا له فترة يعني أكثر من سنة وشوي، البائع هو اللي يطارد المشتري. اليوم المشتري لا عاد يفكر بالسعر بس، يفكر بأمرين إذا كان يشتري منتج سكني جاهز كامل. الأمر الأول اللي هو السعر، هذا شك من حق من حقوقه، أنه والله السعر بذاك، أنا والله عندي هذا السعر اللي أقدر عليه 30% نزول أو 40%، ويحدده يقول أنا هذا اللي تقول له بمليون تبي تبيع عليه أنا أقدر عليه 700,000، والعرض هذا مني يا مشتري ترى مدته مثلا شهر شهرين، بعد شهرين ترى بيتغير الموضوع، لأنه أنا الأمور قاعدة تجري بسرعة بشكل سريع، يعني متغيرات. يعني اليوم إن نقبل بس 700,000 بعد 3 شهور يصير أقل. لا يمكن أقبل، لأنه قاعد يضخ وحدات سكنية جديدة في السوق، إضافة الضغوط الاقتصادية قاعدة تزيد. طيب يعني إذا سميناها الزبدة بعد إذنك، اليوم عبد الحميد العمري ينصح المواطن بالتملك؟ طبعا في أي وقت ما دام السعر أنت تقدر تتحكم فيه، السعر اللي تقبل فيه قبل فيه البائع شيل وأنت ماشي. لكن النقطة الثانية الأهم، وهي إنه تنتبه من الغش في البناء. أغلب الموجود اليوم للأسف غش في البناء، وأنت لو تلاحظ أنه كثير، وهذه برامج غطيتوها أنتم في عندكم وكثير من برامج، أنه في كثير ناس ورطوا في شراء مساكن
بعد شهر شهرين اما تصدعت اما الكهرب وقفت المويه دخلت على السقف طاح جدار انها هبطت الارضيه. وهذا امر اصبح اليوم للاسف انه حتى ساعه هذه البرنامج لم يوجد حتى اليوم الجهة اللي نقدر نروح عندها نشتكي اللي باعنا هذا المنتج أو هذه البضاعة المغشوشة. وش النصيحة اليوم هذا؟ تروح عند وزارة العدل أو المحاكم يقول لك هذا ما يمكن هذه ما هي ضمن اختصاصنا، روح اشتكي على وزارة التجارة، تروح على وزارة التجارة يقول ما هي عندي، تروح على وزارة الإسكان يقول ما هي عندي. فضاعوا كثير من الناس دفعوا، هذا هز الثقة في سوق العقار عندنا إضافة إلى ضعفها الموجود. فطبعا هذا أمر أعتقد أنه يبغى له حل ويبغى له يتأكد. وللأسف أنه من حديثي مع كثير المهندسين المعماريين يقول لك أنت ما تقدر تجيب مهندس ولا حتى مقاول ولا حتى خبير بناء يقدر يعرف لك هل مبنى مغشوش ولا مو مغشوش أو في مشكلة أو غير مشكلة. أنت برأيك مين الجهة المسؤولة وش الحل لها؟ حتى الآن مفترض أن اليوم الجهة المسؤولة وزارة التجارة صراحة، يعني تكون يعني الآن شريت بيت وتورطت فيه على طول رقم مجاني اتصل عليه تعالوا وشوفوا على طول يوقفون، لانه في كثير من الناس تخيل يسكن في بيت بعد 3-4 شهور يطلع البيت غير صالح للسكن، يروح يضطر مسكين زي اللي حدث لاختنا اللي في الحسا بنت خيمه وسكنت في الحوش واستمر البنك يخصم الاقساط وفي نفس الوقت انا ما قدرت انتفع من هذا الاصل اللي شريته. فهذا امر يعني لا يمكن السماح فيه، لان هذا امر يشوه عندنا الوضع بيئة الاقتصاد عندنا ويشوه أيضا سوق العقار. طيب قبل الفاصل سؤالين سريعة، الأول هل يستطيع عبد الحميد العمري اليوم أن يقول إن آراءه أو تصوراته اللي كانت قبل 3 سنوات انتصرت الآن؟ الحمد لله، هذا من فضل الله ولا يعني لا أنسب لي شيء. الوضع الاقتصادي اللي احنا مرينا فيه الفترة اللي راحت من إصلاحات ومن معالجة هيكلية لتشوهات طوال 20 سنة كنا نتحدث عنها، اليوم اللهم لك الحمد بوجود مجلس الشؤون الاقتصادية بوجود هذا القائد العظيم خادم الحرمين الشريفين ولي عهدي، أنا أعتقد أن التطلعات اليوم من الحق ومن حقنا جميعا أن نفخر بما أنجز وأن نفرح ونتأمل إن شاء الله بما سينجز، لأنه ترى ما سينجز سينسينا كل الآلام اللي لمسناها من مواجهة فساد، تلاعب بالأسعار، غش، سيطرة عمالة وافدة، قطع أرزاق مواطنينا في سوق العمل، محاربة العنصر الوطني سواء في بيئة سوق العمل أو حتى في بيئة الاستثمار الموجود عندنا. كل هذه الأمور أعتقد أنها تتلاشى. أنا دائما في الأخوة أخوياي وزملائي أحاول أختصر لهم المسألة، أنت اليوم تخيل سطح جليد يتشقق ويتصدع وتخرج من تحت هذا طبقة الخليج الجليد غواصة جديدة، غواصة على أحدث طراز، فهي اليوم اللي طلع اليوم الرأس والبين اللي عندها رؤية بعيدة يشوف أنه معالم ما سيظهر، وهذا التصدع اللي تشوفه في جبل الجليد هو عبارة عن شكل جديد للبلد، شكل جديد للمجتمع. طبعا اللي تشوفهم يصيحون واللي تشوفهم يعني مناحة على الوضع القديم هذول هم على الجديد. طبعا تقبل ما تقبل هذا لا يعنيني، عرفت؟ الشكل الجديد بيطلع، شكل الاقتصاد بيطلع، الشكل الجديد للمجتمع السعودي بيطلع. انت اليوم تتكلم على مجتمع شاب فتي لديه طموحات لتطلعات، كل هذا الأمر لن يقف في وجه لا والله تشوهات عقار ولا تشوهات سوق عمل ولا أي نوع من أنواع التشوهات. جميل. السؤال الأخير، هل كان لوزارة الإسكان دور في هذا التصحيح العقاري اللي جالسين نشوفه اليوم؟ ولا نسبة 1%. عبد الحميد العمري أستاذنك ناخذ فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل، مكملين معكم. حياكم الله من جديد في أهلا، حديثي ما زال مستمرا مع الكاتب الاقتصادي الأستاذ عبد الحميد العمري. رحب فيك مجددا أستاذ عبد الحميد. قبل الفاصل تكلمت على فكرة الفلل المغشوشة أو البنايات المغشوشة، هل هذه ستؤدي إلى خليني أسميه انهيار في الجودة؟ إذا صرنا اليوم انخفاض في العقار فمفروض أنه عندي جودة جيدة في السكن. مو هذه هي المشكلة، يعني في الفقر في من التشوهات اللي شلناها معانا واليوم قاعدة تذوب وتنتهي، اليوم تلقى مبنى مغشوش يمكن تكلفته على صاحبه يمكن 300,000 وجالس يبيعه الحبيب 1.5 مليون، يعني 5 أضعاف تكلفته غير تكلفة الأرض. فطبعا
واضف الى ذلك انه هو يقول لك من امن العقوبه اساء الادب، وانا كتبته في تويتر من امن العقوبه اساء البناء، هو ضامن ان ما حد بيلحق وراه. لو يعني احنا يعني ندخل في عقوبات صارمه من غير ما ترسل مفتشين، والله ماده نظام اذا وجد كذا كذا مغشوش يتحمل تكلفتها ويعوض كذا وفيها سجن. يا سلام. انا اضمن لك مليون في المليون انه بعد صدور هذا القرار ولا منتج سكني يطلع على وجه الارض في المملكه العربيه السعوديه فيه واحد في الالف ذره غش. اتمنى انه يستمر مثل هذا. شوف شوف متى بدينا احنا خذ على يعني كثير من الامور المماثله. موضوع الفساد الاداري والمالي والاقتصادي، موضوع التستر، لما طلعت العقوبات تشهير سجن عقوبات غرامات اوتوماتيك، الموضوع هل عدو ولا دود للبلد وللعباد والبلاد اختفى. نفس الشيء اذا هذا ضامن ان ما حد بيعاقبه لا هو ولا الممول اللي يثمن ويقيم، بالتالي انا اعتقد لو وجدت العقوبات الصارمه من سجن وتشهير وتغريب وتحميل تكلفه هذا الشيء انا اعتقد انه سهل جدا الغاء. طيب الناس اللي يبغون يشتروا اليوم عقار او يتملك تنصحهم يتجهوا للشركات ولا لا؟ شوف عندنا شركات للاسف شركات التطوير العقاري اليوم يعني هذه من الثغرات او العيوب اللي كانت موجوده عند وزاره الاسكان. ليش ما تعطي تسهيلات لشركات التطوير غير السعوديه الاجنبيه؟ خلها تدخل السوق. اعطيها، عندها مخزون اراضي بمئات بعشرات الملايين من الامتار. اعطيها سلمها لهم وخلهم انت تعطي زي ما تقول ترفع اللي يسمونه مستوى الجوده وتعطي بنش مارك داخل السوق، بدل ما يكون والله نسبه الجوده 20% ترفعها الى 90% من ناحيه تشطيب من ناحيه منتجات، بالتالي تجد ان المنافس المحلي بيحاول يمشي، لكن اليوم هو ضامن ان الساحه ما فيه يعني زي ما تقول لك الجود بالموجود. فما لو جيت جمعتهم شركات التطوير العقاري الا من عصم الله تجد ان اغلبهم يعني ما هو حاسب المنافسه، لكن لو جبت له واحد من برا شركات كوريه شركات غير سعوديه بالذات الكوريه انا اعتقد انها بترفع مستوى المنافسه ترفع الجوده تخفض السعر، وكل هالامور هذه بيد وزاره الاسكان تسويها. طيب وقفت على مواقف معينه بخصوص الفلل الكرتونيه والاساءات اللي كانت موجوده في بعض الاسكان؟ للاسف يعني من الامور اللي دائما اواجهها في الشارع في السوق في المحلات، ما يمر شهر الا ثلاثه اربعه من الضحايا يجون يقولوا انا تورطت وانا كذا وانا اقول له والله ما عندي حل. يعني انا لو بيدي حل يعني انا لاني راعي قرار ولاني جهه رسميه، لكن مفترض انه وزاره التجاره وانا املي في الله سبحانه وتعالى ثم في وزاره التجاره انها تتولى هذا المسؤول الموضوع. ليش؟ لانه هذا يعني نقدر نحطه تحت مظله غش تجاري، نقدر نحطه تحت لعب بالاسعار، نقدر نحطه تحت مظله امور موجوده، وهذا غير كذا تحمل جوده في السوق. يعني هذه المواضيع يعني انا ما ادري ليش احنا مترددين او متاخرين عن اداء واجبنا فيها، لانه هذه اذا 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 ضربت بيد من حديد على من مارس هذا الغش في السوق وشهرت فيه وطبقت عليه العقوبات الصارمه من غرامات من تاكد تماما كثير من حتى اللي عارضين في لهم ومغشوشه بيرجع يضبط وضعه ويعرف هو البلل اللي مسويه. جميل جدا، انا اتمنى حقيقه انه هذا الصوت يوصل لوزاره التجاره والاستثمار او لاي جهه مسؤوله عن هذا الموضوع انها تتبناه سريعا دعما للتصحيح الموجود اليوم في السوق. استاذنك انه ناخذ مجموعه من المقاطع ونسمع تعليقك عليها على هموم اقتصاديه اخرى. شوف اعطونا المقطع الاول يا شباب اذا كان جاهز. من 1970 الى اليوم انتاجيه القطاع الخاص وتنوع القاعده الانتاجيه ما تعدى 12%. 50 سنه والدوله تكد عليك القطاع الخاص وفي الاخير وش تمخض الجبل عن فار. 13 مليون وافد، 21.5 مليون تاشيره خلال 7-8 سنوات راحت، تحويلات بالهبل، انت تتكلم على اكثر من 720 مليار خلال الثمان سنوات اللي راحت اللي فتره ذروه النفط. الوضع اللي احنا عند اليوم اغلب القطاع الخاص اليوم غير مؤهل انه يوصل معنا ل 2030، لازم هذا يحتاج ان الحكومه تلقمه وتشربه. هذا مو قطاع خاص، هذا قطاع طفيلي. اثبتت الثلاث اربع شهور اللي راحت انه قطاع خاص عظامه بسكوت. لا يزعلون مني الاخوان في القطاع الخاص، خاصه اللي اليوم طالعين في الصوره انه الحقوا علينا اصحاب المنشات الصغيره والامور امور كثيره. انا بطبق عليك القطاع الخاص نفس ماده 77. تقول لي 77 السعودي اللي ما ينتج ابى اقول له مع السلامه،
أنا ما عندي مشكلة، قل له مع السلامة. اللي غير منتج الله لا يرده، يستاهل اللي يجي. نفس الكلام القطاع الخاص الغير منتج، أنا بطبق عليك مادة 77، وهذا نحط تحتها 1000 خط، بنطبق عليك مادة 77، أنت غير منتج. القطاع الخاص عليك لا تعليق أكثر من كذا. بس طبعا تعرف عندنا اليوم توجهات البلد تتغير، والاقتصاد يعني يتغير زي ما قلت لك، أنا جبل جليد قاعد يتكسر وبيطلع شكل جديد. الشكل الجديد هذا يختلف تماما مليون في المليون عن وضع القطاع الخاص اللي اليوم. يعني اليوم جزء من القطاع الخاص اليوم قائم على المناقصات مع الدولة، اللي هو تنفيذ مشاريع طرق وإلى آخره. طبعا اكتشفنا اليوم في مبالغات في الاسعار وفي فساد، ونلقى المشروع ما يمديه يتسلم للدوله الا بعد سنه سنتين تبدا تطلع المشاكل هذا جانب. الجانب الثاني عندنا جزء من القطاع الخاص استورد بالجمله وبيع بالداخل، وبعدين يجيك القطاع نوع ثالث طلع لنا جديد اللي هو حق المبادرين ومال المبادرين. واحد طال عمرك عنده محل بيتزا اشغل ام العالم فيها، ولا كافي شوب مسوي له زحمة أنه هذا بيضرب ستاربكس أو بيضرب الماركات العالمية، الرجال قاعد تلقاه في وظيفة في شركة في قطاع خاص يستلم 60-70 ألف وعنده هذا، ويطلع يتكلم في تويتر لماذا تحاربون القطاع الخاص. أنت وين عايش؟ يعني أنت تخيل الناس عقلية ما تدري، أو أن ما أشوف الدنيا إلا من الزوم اللي تشوفها أنت، مو صحيح. البلد تغير، أنا رايح إلى 20-30 بشكل آخر غير اللي يختلف اليوم. اليوم الفترة اللي مضت كانت الحكومة من خلال 40% من إنفاقها، اللي يعني 40% من حجم الاقتصاد. اليوم تنفق الدولة، كانت تنفق يعني في فترة من فترات اللي فترة طفرة البترول، وصل الإنفاق على المشاريع الرأسمالية مشروعات الدولة طرق مدارس مستشفيات إلى أكثر من 2.2 تريليون. وكنا نتحدث ذاك الوقت في زمن الطفرة انه هذا هناك مشاريع لم تنفذ، وهناك مشاريع لم تنجز، وهناك مشاريع تاخرت، الين اتى الله سبحانه وتعالى بالحقيقه الدامغه. لما تكلم معالي الاستاذ محمد ال الشيخ في اعلان ميزانيه 2016 انه هناك اكثر من 1.2 تريليون ريال مشاريع متعثره، والرقم قابل للزياده، وفعلا زاد. فبالتالي عندي هذا الشكل من القطاع الخاص اللي تعود على الانعاش وعلى التغذيه انتهى. اليوم فاتورة الدعم اللي أعطتها الدولة للقطاع الخاص من 1987 إلى 2016 تتكلم على 5.3 تريليون ريال. وما هو المردود؟ المردود معدل بطالة مرتفع، معدل استقدام مرتفع بشكل كبير جدا، معدل توطين منخفض، يعني كنا في فترة مترات وصلنا إلى 10%، يعني كل عشرة يعملون في القطاع الخاص واحد سعودي، وظيفة هامشية. واليوم انت تشوف البيانات يعني قاعده تضخ بشكل ملفت، انه هناك فعلا كنا نايمين على جبل وطبقات من التشوهات. طيب خليها تزال. طيب كم يعني الدوله مستمره ايضا في دعم القطاع الخاص؟ هي مستمره طيب في دعم القطاع المنتج. اي برافو، هذا اللي بسالك عليه. بس بكلمه واحده، كم نسبه القطاع المنتج اليوم من القطاع الخاص؟ بعطيك رقم من احد رجال الاعمال كلمني الاسبوع اللي راح يتحدث معي، يقول انا عندي 700 موظف سعودي أبطلعهم فرنسا تدريب لمدة سنة على حساب الشركة. جميل، لاحظ هذا قطاع خاص في نفس الوقت، هذا القطاع اللي لازم يمشي معنا 20-30. ويقول لي أنا هالأسبوع وقعت هو بنفسه، هو رئيس مجلس إدارة وهو طبعا يماسك إدارة حلالة، وقعت توظيف 200 سعودي وسعودية. بالتالي هناك قطاع خاص ينبض بالحياة وينبض بالنشاط، قاعد يربح. لا يهمك، وانا اقول للناس واقول حتى المسؤولين في وزاره التجاره والعالم اللي قاعد تصيح ذي لا يعنيك منها شيء، خلي يصيح لين يدوخ، ما عليك منه. ليه؟ لانه القطاع الخاص الموجود عندنا سيبقى. لا تتخيل انه القطاع الخاص المنتج، لا تتخيل انه الشراكه اللي بين الحكومه والقطاع الخاص الناس ستغفل المنتج ابدا. اليوم انت تنتج اليوم بيانات التأمينات الاجتماعية، بيانات التأمينات الاجتماعية أظهرت اليوم، أعلنت أظهرت عندي توظيف أكثر من 106,000 سعودي، يعني ثاني أعلى معدل نمو في يمكن في الأربع خمس سنوات اللي راحت، وفي نفس الوقت انخفاض بحدود 700,000 غير سعودي. بالتالي القطاع الخاص اللي نبغاه موجود، وتناميه أيضا سيتم. القصص اللي جميل. نسمعها هذه ستكون يعني نكت نسمعها إن شاء الله في 2021
2022. جميل جدا. حقيقة كان عندنا مجموعة من المقاطع كان ودينا نستعرضها لكن الوقت سرقنا. أنا ما بترك لين توعدنا بلقاء ثاني. تحت أمركم. أنا صديق يا هلا وبالعكس أمري يشرفني أني أكون موجود. شكرا جزيلا لك ولكل آراك في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك. كان هذا صوت الكاتب الاقتصادي الأستاذ عبد الحميد العمري. بكل تأكيد أن هذه آراء الأستاذ عبد الحميد وكل من يتابع هذه الفقرة يحق له الاتفاق أو الاختلاف مع مجمل الآراء التي طرحت في هذه الحلقة. بعد الفاصل مكملين معكم في أهلا. حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا. الدائن والمدين علاقة جدلية كبيرة ما بين إيقاف الخدمات إلى السجن إلى مقترح جديد بالغرامة جراء المماطلة في التسديد. هناك من يقول ارفقوا بالمدين ولا تكونوا أنتم والزمن والظروف عليه، وهناك من يقول اعطوا الدائن حقوقه وعاقبوا المتأخرين حتى يدفعوا. ما بين الظروف القاهرة لمن يستدين والحقوق الضائعة لمن يدين تتسع مساحة النقاش، فأين الحل الذي يخرج الجميع بأقل الأضرار؟ للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع والحلول الممكنة فيه يسعدني أن ينضم إلي من استديوهاتنا في المنطقة الشرقية المحامي والأكاديمي السابق الدكتور سعد بن شايع. دكتور سعد حياك الله معنا في يا هلا وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. حياك والله، أهلا وسهلا أستاذ مفرح. اليوم وش الحل برأيك اللي ممكن يجبر المستدين أنه يسدد للدائن بدون ما تقع أضرار كثيرة؟ حياك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كلكم سمعتم الأخوة الموافقة اللي تمت في مجلس الشورى على فرض الغرامة على الدائن المماطل. والدائن بشكل عام في ما نسميه المنفذ ضده. ومسألة حقيقة الديون ليكون فيها دائن ومدين، هذه حقيقة لها تشعباتها الكثيرة ولا بد أن تأخذ بعين الاعتبار. وزي ما تفضلت في مقدمتك الجميلة وذكرت أن هناك اعتبارات بالنسبة لمراعاة المدين، وهناك أيضا اعتبارات أخرى لمراعاة الدائن وهي أهم وأكبر. فالمسألة تدخل حتى في النسيج التجاري والاقتصادي للدولة حينما نوسع الدائرة، فلا نجعلها في مسألة قروض أو ديون، إنما نجعلها في مسألة تعاملات تجارية. كم من أناس أفلسوا وسقطت تجاراتهم بسبب ارتباطه بأموال دائنة له عند آخرين فتعذر عليه تحصيلها منهم، مما أورث فيما بعد أن يسقط اسمه التجاري ويسقط عمله، بل قد يودى به إلى السجن. فالمسألة هذه حقيقة تحتاج معالجة تشريعية ومعالجة. أنا من واقع يعني خبرتي الشرعية هناك تنظير للمسألة شرعيا وتأصيل، وهذا مهم جدا أن نعرفه ونعرف السعة الفقهية في هذه المسألة. ولما أقول السعة الفقهية مهم جدا، حين نعلم أن الفقهاء المعاصرين تكلموا عن مسألة فرض الغرامة المالية على الدائن. هذه المسألة حقيقة لو أنها فعلت بشكل جيد لكان لها تأثير كبير على اقتصاد البلد، وليس فقط على حقوق الأفراد بل على حقوق التجار وسير الحياة الاقتصادية. ولذلك لما تنظر في خارج البلاد ما يسمى عند القوانين المعاصرة ما يسمونه الفائدة القانونية، أو يسمونها فائدة التأخر، أو يسمى التعويض القانوني. هذه يعني حتى أقرب لك الفكرة وللمشاهدين، تجعل الدائن أنه في راحة نفسية في تأخر المدين ومماطلة له في ماله الذي عنده. لنفترض أستاذ مفرح لو أنا بيني وبينك دين حصل مقداره، لنفترض نعطي رقم كبير حتى يعني نجذب المشاهد، 1,000,000 ريال مثلا. فيما بعد أردت أسترجع منك، كان قرضا حسنا لك،
بعد ذلك بحسب الوضع الحالي، وأنت أصبحت نيتك ساءت في هذا الأمر وحاشاك من ذلك، تقول لي أسهل ما يقوله الآن المواطنين: يا أخي ترى إذا ما تعرف باب المحكمة ترى أدله لك علشان تروح وتذهب إلى هناك وتقدم الموعد الأول بعد 4 أشهر، الموعد اللي بعده قد ما يأتي القاضي أو ما تأتي أنت، ويأتي وكيل ويقول أطلب الإمهال، ثم يقول أنا لدي بينة رجعت له وكذا، غيره وغيرها من الأشياء، وبعضها تصل إلى 3-4 سنوات. طيب برا ماذا يفعلون؟ لا، منذ أن تقيم الدعوة، وهذا موجود حتى في دبي 9%، أبو ظبي 5%، أن تقول للذي يماطن معك خذ راحتك، لأن ماذا؟ لأن المال الذي لي عندك سوف أجد ثمرته مع الحكم القضائي الذي سينصفني، حكم قضائي، إحنا ما نقول من الباب والطريق هكذا، لا، حكم قضائي يثبت أن ديني ثابت في رقبتك بواسطة كنت تاجر، فهناك المستخلصات، هناك المصادقة على الحساب وغيرها وغيرها من الإثباتات. طيب، فهناك ما يسمى فائدة قانونية 9% أو 5%، المغرب فيها 6%، مصر فيها 5%، للمسائل التجارية يسمونها المدنية 4%، في الأردن أعتقد أنها وصلت إلى 9%. الشاهد في النهاية يحكم لك بذلك. أحد رجال الأعمال أعرفه حصل مع شركة دامات، شركة عقارية، تأخروا عليه في وحدات عقارية، وصل مبلغ تكلم عن 15 مليون يعني، وقام الدعوة وأخذ ماله وأعطي ما نسميه نحن التعويض المالي. نأتي للمسألة، مسألة هل هذا الأمر شرعا يجوز، هل فقها يجوز، هنا المسألة. لدينا طيب، تسمح لي يا دكتور، تسمح لي يا دكتور علشان طبعا نستعرض الرأي الشرعي بشكل كامل وبلا مقاطعة، أستأذنك أنه أطلع فاصل ونرجع نسمع الرأي الشرعي في هذا الموضوع. فاصل ومكملين معكم. حياكم الله من جديد معنا في هلا. الحديث ما زال مستمرا مع الدكتور سعد بن شايع من المنطقة الشرقية عن حقوق الدائن والمدين. دكتور أرحب فيك مجددا. قبل الفاصل كنا نتكلم على الزيادة أو التعويض المالي أو إيش ما كان الاسم اللي يكون من حق صاحب الدين حين يتأخر أو يماطل اللي استدان منه في سداده، وكنت تبغى توضح الرأي الشرعي فيه. تفضل. أحسنت. من المعروف أن الحديث في ذلك واضحة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الصحيحة: مطل الغني ظلم. فأثبت أن مطل الغني ظلم، أنه يماطل في إعطاء صاحب الحق حقه. أيضا لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته، يبيح عرضه وعقوبته. فهذان الحديثان هما مرتكزان في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مستحلا عرضه في الشكاية أي والحديث والتظلم، وعقوبته، والعقوبة كما قرر الفقهاء فيها أنه تنزل به العقوبات التعزيرية كالحبس أو الجلد أو ما شبه ذلك. بل عد يعني فيما ذكر بعض العلماء أن جمهور الفقهاء يرون أنها كبيرة من الكبائر، لأن المسألة تتعلق بلفظة الظلم، والظلم ينصرف إلى يا دكتور لا أريد تشتيت، لا أريد تشتيت الحوار بعد إذنك، لكن ليتك تشرح لنا فكرة يعني عرضه في الشكاية، وش المقصود فيها أو تفسيرها في الحديث؟ طيب، العرض يتعلق بسمعة الشخص، يتعلق بمظهر أمام الناس اجتماعيا، فمعناها أنك تستطيع أن تتهم بأنه ظلمك، يعني هذا المقصود، فأنك تتجه له بالشكاية لدى الحاكم. أعود أقول الفقهاء المعاصرين تكلموا في مسألة ما نسميه العقوبة المالية، يعني هناك عقوبة متفق عليها أنها توقع عليه كحبس كجلد أو غيرها تعزيرية، لكن هل العقوبة المالية تقع عليه؟ هنا السؤال. الفقهاء المعاصرين تكلموا عن هذه المسألة، والمجمعات الفقهية تحدثت وحصل فيها خلاف. ما دام المسألة بين قوسين حصل فيها خلاف،
هنا اللي نقصده أن الأمر يذهب إلى ما يسمى بالسياسة الشرعية اللي هي من حق ولي الأمر، وهي تدبير شؤون الدولة بما فيه المصلحة مع تقلب الزمان والمكان وما شابه ذلك، بحيث لا يخالف نص صريح قطعي الدلالة، لا يخالف نص صحيح قطعي الدلالة في ثبوته. اللي أريد أصل اقتسموا الفقهاء إلى ثلاثة أقوال، قول لا يراها تماما ويشبهها بالفائدة الربوية، وهذا بيأتي أنه يعني تصور غير سليم. وهناك من جعلها جائزة لكنها لا تعطى للدائن، لكنها تعطى لمن؟ تعطى لمصارفها الفقراء أو الدولة، كما هو الآن حاصل من أن الدولة هي التي تتقاضى المبلغ اللي هو 2.5% على المنفذ ضده إذا ما أعطى المبلغ لطالب التنفيذ. القول الثالث أنه يستحق الدائن أخذه من باب التعويض المالي. ما المستند في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الممتنع عن الزكاة الحديث اللي رواه للسنن، قال فإن ومن امتنع فإن آخذوها وشطر ماله، لكن أخذ هنا للدولة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نأتي إلى من في الحديث الذي ذكر عن من يأخذ الثمر المعلق، يعني قبل أن يؤويه صاحبه ما يسمى الجرين، يعني يذهب به إلى الحرز المكان المخصص له. فمن أخذ قبل أن يذهب إلى المكان والحرز اللي يكون في قطع اليد فهنا تكون عليه عقوبة. فذكر في الحديث بعدة ألفاظ، فعليه غرم مثليه والنكال، عليه جلدات وغرامة مثليه. تخيل يعني هذا في من سرق دون الحد، يعني جعلت عقوبة تعطى للذي سرق منه، وهذا نوع من التعويض المالي. كذلك الشاه سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم في من يسرقها، فإذا كانت لم تذهب إلى المراحل المكان الحرز الذي تكون فيه قال عليها نكال وغرامة مثليه، أو ورد في لفظ قيمة مثليها. فالمقصود كل هذه تدل على ذلك. قصة عمر بن الخطاب معروفة عن طلبة العلم مع الرعاة الجياع الذين أخذوا ناقة أو كانوا عبيدا لأحد الأغنياء من الصحابة دون التفصيل في ذلك، فأكلوها. فبلغ عمر ذلك عندما اشتكى الأعرابي صاحب الناقة، فأحضر الرجل وعرف القصة أنهم جياع وما شابه ذلك، فحكم على الرجل بقيمة الناقة مضاعفة، فأخذها الأعرابي ضعف قيمتها. فهذا نوع من العقوبة المالية. ولذلك نحن نقول أنها تفترق عن الفائدة الربوية. الفائدة الربوية يكون فيها اتفاق أصلا مسبق بين إذا تأخرت ترى سوف نأخذ كذا، لا هنا لا، إنما هي لا يعلم أنها قد تأتي أو لا تأتي الغرامة المالية، وإنما هي مرتبطة بأنك تماطل وثبت مطرك بحكم قضائي، بخلاف أيضا الفائدة الربوية لابد من ثبوت المماطلة. ثانيا الغرامة المالية نحن نقول في حالة في حالة المماطل الذي ثبتت قدرته على السداد أو على الإعطاء وسبب ضررا. نعم. لكن المعسر اللي ثبت إعساره أو كان له عذر شرعي أو كان قدم ضمانا أو رهنا لماله، فهذا لا إشكال في ذلك. طيب لكن دكتور إذا تسمح لي، نعم إذا تسمح لي فيما تبقى من وقت، يعني أنت وضحت بشكل صراحة كافي ووافي أشكرك عليه فيما يخص صاحب الدين. الآن المستدين هذا، هل إذا قلنا أنه يا جماعة ظروفه، نتكلم عن المعسر، أنه ظروفه لا تمكنه من السداد في الوقت الراهن، أنه ضغوطات الحياة والظروف اللي أجبرته على مثل هذا الشيء، وش الاقتراحات أو الحلول اللي ممكن أحنا نأخذ فيها هذا الرجل بحيث أنه نراعي ظروفه وما نهضم صاحب الدين حقه؟ وش الحلول اللي تقترحها؟ جميل. أنا حقيقة أستاذ فرح كان ودي أني ذكرت لكم شيء من الواقع العملي حقيقة للمسألة التعويض المالي وأثره. أنا إذا أردت يعني أسوقها في دقيقتين ثلاث دقائق سريعة إذا أردت، وإذا أردت أن أجيبك على سؤالك لا مرد. لا يعني أنا أبغاك تجيب على الاثنين، خذ دقيقة لسؤالي ودقيقة للقضية في دقيقتين، أكرمنا باختصارك وإيجازك. طيب يعني أعطيك مثال. أعرف قصة شخص صاحب مقاولة بالباطن، أخذ مقاولة مع شخص مقاول مع الدولة، وكان يستنزفه ويجعله يعمل ولا يعطيه،
مقابل المستخلصات التي يرفع لها، والرجل كان يرفع هذا صاحب المقابل الرئيسي مع الدولة يرفع مستخلصات ويأخذ المال. تخيل ماذا حصل لهذا الرجل، أن بعد ذلك عمالة توقفت، المطالبات على المعدات اللي كان يستأجرها، غيرها من الأشياء حقيقة التي وقع فيها الرجل وأصبحت عليه قضايا وحبس. طبعا هو توجه للقضاء ضد المقاول الرئيسي، لكن المقاول الرئيسي عنده العقد اللي يجعله يسحب المشروع إذا توقف هذا الرجل تحت أي ظرف من الظروف. الشاهد أن الرجل وصل إلى إفلاس وغلقت مؤسسته. هذا حتى لو حكم له فيما بعد بيحكم له بمبلغ فقط، وأين الأثر الاجتماعي اللي حصل للرجل؟ يعني تضرر كبير. هذا مثال سريع. طيب، ولا الأمثلة كثيرة جدا. طيب في نصف دقيقة وليس الدقيقة بعد إذنك، يعني لأن حقيقة الوقت انتهى معي. طيب المعسر الحمد لله يوجد لديه في الشرع وفي حكمنا في نظامنا القضائي ما يجعل الأمر واضح له، يتقدم بطلب الإعسار، يستدعي الدائنين القاضي ويقول الرجل يقر بأنه ليس لديه أموال، لا عقارات لا كذا لا كذا، يأتي ببينة شهود يشهدون بذلك، يطالب الدائنين إذا أنتم عندكم علم بأي أموال للرجل، عقارات أي شيء بلغونا، لأن قد يكون الرجل يحول أموال له بأسماء زوجته كذا كذا، فيعطي القاضي فرصة للدائنين أن يثبتون له أن هذا الرجل لديه من المال ما يخفيه. فإذا ثبت أن الرجل ليس لديه مال فيعطى صك العصار، لكن عادة نعم. صك العصار لا يكون بعد مضي سنة تقريبا في السجن أو سنة ونص، بحيث أن يكون يتبين أن الرجل لا يعقل أنه يعني نعم. يبقى فترة نعم. هذه طويلة من السجن. الدكتور نعم. سعد نعم. بن شايع شكرا نعم. جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا ولكل هذه الآراء، شكرا جزيلا لك. إذا كان هذا كلام الدكتور سعد بن شايع، إذا كان في شيء ممكن يقال في هذا الموضوع فهي دعوة أني يعني أسأل الله أن يفرج عن كل المستدينين وأن يوفي لكل المدينين حقوقهم. شكرا لمتابعتكم هذه الحلقة من يا هلا، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. تصبحون على خير.